بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. First of all, welcome everybody to Zaytuna College, and we're very fortunate, inshallah, we have tonight with us really somebody recognized in the Muslim world as the leading scholar in the Sunni world for his renewal of Usul al-Fiqh, and one of the great masters of our tradition, also extremely educated in the Western tradition with his mastery of the French language. And he's held many positions in his life. He's been a professor at all levels of teaching. He's taught little children the Quran, and he's been an overseer of many, many doctoral dissertations, an advisor. He was one of the founders of the country of Mauritania when it gained independence. He held several ministerial positions. He was also vice president of the country for a period of time. So he's one of the rare scholars that has actually had political experience as well. And then he has many, many great positions of courage and leadership. So we're just very fortunate to have him. He flew all the way here from the Middle East to be with us for the commencement and the first graduating class. We just showed him the campuses. So inshallah, he's going to say some words, and then we'll open it up for some discussion, inshallah. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، منسوبي زيتونة وضيوفي الزيتونة، وعلى رأسهم إدارة الزيتونة في أخينا الشيخ حمزة يوسف حفظه الله تعالى وحفظكم جميعا، إني والحمد لله متأثر لما رأيته من تطور في أداء هذه المؤسسة، ومن تطور مادي، ومن تطور روحي أيضا. تطور مادي يتمثل في دراساتي الجيدة والمناهج القيمة والأداء الرفيع للإدارة وللأساتذة، ويتمثل أيضا في الجانب الآخر في المباني المشيدة التي يسرها الله سبحانه وتعالى بفضله ولطفه، فله الحمد سبحانه وتعالى، لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه. وفي أيضا الجانب الروحي، هذا الإقبال القلبي
من الناس طوعا واختيارا ومحبة يتوجهون إلى هذا الدين، يشتاقون إلى علومه، يشتاقون إلى دعوته، مقبلين غير مجبرين، محبين غير قالين. هذا أمر عظيم جدا أن يقبل الناس على الدين في حرية كاملة لا سلطة تفرضه عليهم ولا مجتمع يلزمهم به، فقط سلطة الضمير، ضمائرهم الحجة لتنذر من كان حجا. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه إنما أنت منذر، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم في سورة ياسين. ثم يقول له في آخر هذه السورة لتنذر من كان حيا. هذه الحياة، حياة القلوب، هي التي يمكن أن توجد حياة حقيقية للإنسان يسعد بها في حياته ويسعد فيها بعد مماته. إنه أمر رائع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ويثبتكم ويزيدنا ويزيدكم خيرا كل يوم، وأن يكون يومنا خيرا من أمسنا، وأن يكون غدنا خيرا من يومنا، وهكذا يطرد الخير يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وعاما بعد عام ليعم هذا الخير، لأننا نبحث عما ينفع الناس ولا نبحث عما يضر الناس. تلك رسالتنا، رسالة السلام الباطني وسلام الظاهر، سلام الدنيا وسلام الآخرة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا أمر رائع سأتبعه ببعض الوصايا والنصائح. تفضل شيخ حمزة. نعم، بسم الله. So Sheikh said that first of all, beginning with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, praise and peace be upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then asking Allah to open for us, inshallah, the opening, seeking, praising Allah in every condition and seeking refuge in Allah from the condition of the people of the fire. And then he said, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, so that all of us can say that together and enter into the blessing of that hadith. And he's saying to my brothers, my sisters, the people here, the staff, the faculty, the students that are at Zaytuna, the visitors to Zaytuna from the different places. He said, it's very happy what I'm seeing here in the developments. He was here 14 years ago. And to see the developments that he's seen, material, intellectual, spiritual, it's very, very something that really makes him very happy to see the development that's happened intellectually with the curriculum, the level of the professors, but also just the fact that you now have these wonderful buildings that are here for the campus, and then also the spiritual growth to see people with love in their hearts for each other, and also people coming into this religion and practicing the religion here with complete freedom, that nobody's coercing you, no government's forcing you to practice your religion, that the real authority is the authority of your own conscience, that you're doing it out of that. And he said that this is really the essence of our teaching. The Prophet ﷺ, it was said in the Quran that we only sent you as a warner, to warn people, to call them back to this truth. The Quran says, in Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala says, in order to warn those who have living hearts, those who are alive, and that this is
This is to achieve felicity in this life and then to achieve felicity in the next life. So this is a beautiful thing, and he really hopes that you continue to grow and increase, that that today is better than yesterday, that tomorrow is better than today, that this month is better than last month, next month will be better than this month, and that your coming years will be better than your previous years. And he said this is what we should be doing. We should be growing and getting better with the time that we've been given. And he said that we should be working for what benefits humanity, that this is our faith. We believe in what benefits humanity, not what harms humanity. And that our religion is, Allah says that he calls to the abode of peace, that this is a religion that enjoins peace, civil tranquility, and so this is our message, and this is what we should be practicing. في هذه الحياة الدنيا المسلم يعرف مهمته وهو عبادة الله سبحانه وتعالى ونفع الخلائق، فهو عندما يعبد الله سبحانه وتعالى فإنه أيضا يهتم بنفع الناس، فليس أنانيا منحصرا في ذاته لا يهتم إلا بمصالحه. عبادة الله سبحانه وتعالى هي تنبني أساسا على أساس الشهود، أي أن المسلم وهو يسير في هذه الدنيا يدرك أن عليه رقابة وشهودا، والله على كل شيء شهيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه. فهذا الشعور بالشهادة هو الذي يجعل المسلم يقظا دائما، يحاسب نفسه، لا ينتظر من أحد أن يوجهه وأن يقول لماذا عملت، بل هو سيسأل نفسه أولا كيف أعمل ولماذا أعمل. تعرفون بعض الفلاسفة قديما وحديثا، ومنهم نيتشه الذي قال لا بد أن الشاهد هذا في السماء لا بد أن يزول، يعني أي شعور الإنسان على وجه الأرض بأنه مراقب ومشهود عليه جعله يثور على هذا، لأن الأخلاق مرتبطة بهذا الشهود، ليكون سلوك الإنسان طبقا للأخلاق الطيبة، ليعبد الله سبحانه وتعالى، ليحسن على الآخرين، ليكون بارا بوالديه، ليؤدي واجباته كما ينبغي، لئلا يخدع أحدا. هنا ممكن نذكر قصة المرأة. في ليلة كانت امرأة في المدينة تبيع اللبن، حليب، فقالت لابنتها أضيفي إليه ماء حتى يكثر ونعطي نبيع أكثر، فقالت لها ابنتها لا، نحن علينا رقابة. فقالت لها الخليفة ليس هنا حتى يرانا. قالت لها إن الله سبحانه وتعالى يرانا، لكن لحسن الحظ أن الخليفة كان يسمع هذا الحوار، وكان بعد ذلك يسأل عن هذه المرأة.
ليعطيها جائزة معنوية ليصاهرها وليكون بعد ذلك من أبناء هذه المرأة عمر بن عبد العزيز. هذا مثال للرقابة عند البسطاء من الناس الذين يشعرون بشهادة الله سبحانه وتعالى. هذا الشهود طبعا متفاوت، الصوفية دائما يتحدثون عن الشهود وأنه أعلى درجات، لأنه الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. فنحن ضعاف نستغفر الله سبحانه وتعالى، نعلم أنه شهيد، نسأله أن يعين على حسن العمل وحسن الأداء. فهذه الرقابة هي حياة بها يحيى القلب. في الصوفية يتحدثون يقولون في حضرة الله، معنى هذه الحضرة هو وصول شيء من المعرفة. فإذا تمت هذه المعرفة، يعني حسب المعايير البشرية يسمونه الوصول، دخول حضرة لهم من الرب في اصطلاح الصوفية، حصول عرفان له في القلب. إن كمل العرفان في الحصول فهو مراد القوم بالوصول. هذه مصطلحات لا تضر، هي مصطلحات تعبر عن حقائق سير النفس، عن حقائق مشهود لها بالقرآن وبالحديث، في حديث الإحسان وفيما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى من تنبيه الإنسان على أنه وهو يقرأ القرآن الكريم وهو يفيض في الأعمال فهو مشهود عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا وأن يعيننا على حسن الأداء. هذه الرقابة تميز المؤمن، المؤمن عليه دائما أن يعيش هذه الرقابة، وبالتالي هي أساس العمل، لأنه عندما يحضر وقت الصلاة فهو سيصلي، عندما تتعرض له الشهوات والأهواء سيتوقف، فيه رقابة. يعني الأمر لا يتعلق بالناس، الناس قد يكون في بيت خال، لكن هناك شهيد، فالصدق مع الشهيد ومع الشاهد كما قال ابن عاشر، صدق شاهده في المعاملة. فالصدق مع الشهيد ومع الشاهد هو الذي يجعل القلب حيا ويقظان ويجعل الأعمال دائمة جيدة. طبعا سيترتب على هذا أن نعرف ما هي الأعمال الجيدة، أن نعرف الأوامر والنواهي، وأن نقيم المؤسسات لتعلم ما هو مطلوب منا. ولهذا بعض الناس الذين يستكثرون على المؤمن ما يقوم به يقولون لماذا تسأل عن كل شيء؟ أسأل عن كل شيء لأن كل أعمالي هي محسوبة لي وعلي، ولأجل هذا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه المرحلة الأولى مرحلة الشهود، مرحلة العلم، أن تعلم أنك عليك رقيب، عليك شهيد، حليم كريم لا يعاجل بالعقوبة. فالحمد لله على حلمه مع علمه وعلى عفوه مع قدرته، لكن لحياة القلب لا بد من ذلك، ثم نرى بعد ذلك ما يترتب على ذلك. تفضل. نعم. Bismillah. So in this life, a Muslim knows the fundamental purpose of his existence. The first being devotion, that we are created to be devotional creatures. But the second is benefiting the creation, benefiting other human beings. A true believer is not selfish,
They're not self-centered, and they are concerned with others. And then he said that in terms of devotion, the foundation of it, it's really built or founded upon the idea of a presence, of witnessing, that we were aware of Allah subhanahu wa ta'ala. And he said that this awareness creates a sensibility in the heart of the believer, because he becomes or she becomes aware that everything that they do is being witnessed. And for that reason, they're not thinking about other people or worried about other people. They're aware of this witnessing, and they don't wait for somebody to tell them what to do. They do it from within themselves because of that presence. And so he said that a believer is somebody who takes his own soul to account and doesn't wait for others to take them to account. Now, a lot of modern philosophies, Nietzsche is one of these philosophers, that really they rebel against this idea. The idea somehow that our ethics or our moral character comes from this heavenly mandate. And so the argument is to free ourselves from that. But that breaking that relationship ends up in a type of relativism that creates a breakdown. Because really, if you think about ethics and morality, the foundation is celestial. And those things that we're being called to, like filial piety, taking care of our parents, being concerned about others, these are all things that go against the selfish nature of human beings. And there's a story during the early period of Islam. There was a woman in Medina who used to sell milk. And one night, one of her children said to her, "Why don't we add some water into the milk? We can make more milk and sell more milk and make more money." And she said, we can't do that because there's riqaba. In other words, there's something that is over us, watching us. And the child said, "Well, the caliph can't see us, so why don't we do it?" And she said, "No, it's not the caliph. Allah subhanahu wa ta'ala will see us. And that would not be pleasing to him." And at the time, it just the caliph, and they used to go around the cities, he had heard this conversation. And so he wanted to really give her a kind of commendation for that. But that woman was, from her would come Umar ibn Abdul Aziz. So that was the foundation of the ethics in that time, that these people were aware that their actions were witnessed. And so he said that this sense of presence, of witnessing, is something that differs in different people, but it's something that traditionally the Sufiya, the people that focused on the inward life of the Muslim, they were very, very specific about focusing on this one aspect of Islam, this aspect of being aware of the divine presence, of being aware of Allah subhanahu wa ta'ala's presence. And he said, obviously we're not like those people, we're much weaker, and so we ask Allah to forgive us, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to overlook our sins. But this thing that the Sufiya talked about, what they called hadara, which is presence, and they called the arrival at this state of hadara, they called it wusul. This is a technical term which literally means in Arabic arrival. And in one of the Mauritanian poems explaining these terms, it says that arrival is a word that they use for ma'rifa. In other words, a type of knowledge which is really experiential knowledge. It's not factual knowledge or scientific knowledge. It's experiential knowledge. It's a knowledge, it's a true knowledge of God. And that's what arrival means when they use that. And he said, and there's not any problem with using these technical terms, because these meanings come from very clear indications that are found
in the Quran. And so he said that, and he said, may Allah make us people of that state. And he said that this riqaba, this awareness, it's a vigilant awareness that we're being watched, is something that distinguishes a believer from other people. Because, for instance, if a prayer time comes in, there's a certain awareness of that time, because you have a presence with sacred time, and so you become aware when that prayer time enters, and you pray, and you're praying because you know that this is what you should do at this time. So that's a type of an awareness of the witnessing. And then he said also when we have desires or something that really is harmful for us, we're also aware of that, and so we prevent that from the appetite being indulged in. And because we know that these are our actions, and the actions are we're going to be accounted for them. And so he said that the actions themselves, were that the believer, because he wants to be in this state, or she wants to be in this state of awareness, then they're looking for those actions that are virtuous, that they can do. And this is what's sought after. And so we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us this ability to search for these things. And he said that, you know, one of the early people used to ask about everything, and somebody asked him, why do you ask about everything? He said, because I'm going to be asked about everything. So I want to know what the ruling is, so that I can be in a good position. And he said, all these actions that I'm doing, I'm going to be asked about. And this is the this is why it's important to have the life of the heart, for the heart to be alive and aware, because these actions are accounted for. What we do, we're going to be accounted for. تكلمت عن فريدريك نيتشه. أي نعم. ذكرت هذا نعم. ضاق ذرعا بالله. نعم. الشهود. صحيح. نعم. نعم. He said sometimes you feel uncomfortable mentioning certain names and people like Nietzsche. It's not a pleasant thing, but it's. لكنه هو مات وبقي الحي الدائم. He Nietzsche is gone and Allah goes on. So these people go, their ideas come, and unfortunately the ideas go on. But he said they go. All these people go, and then they're going to find out how their philosophy worked out. لنعرف المطلوب منا علينا أن نتعلم. علينا أن نتعلم العلم النافع، أن نتعلم شعائر ديني، الصلاة والصيام والحج والزكاة، وأن نتعلم أيضا ما يتعلق ببيوعنا ومعاملتنا وبأنكحتنا، لأن الشريعة وضعت منهجا عاما للإنسان ليسلكه في هذه الحياة الدنيا، فإذا لم يتعلم لا يستطيع أن يقوم بحق الرقابة، لأنك وأنت مراقب كيف تقوم بهذه الأعمال وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسيمي، ذلك مقام صوفي، لكن مراعاة النفس وهي تسوم في الأعمال أي تسير فيها، لا يمكن إلا أن يعرف الإنسان ما هي الأعمال التي يقوم بها. ولأجل هذا جاء التأكيد على تعلم العلم، وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، والعلم طلب العلم فريضة. كل هذا ليتعلم الإنسان، لأنه بدون أن يعلم لا يمكن أن يقوم بعمل نافع. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى قال: باب العلم، باب العلم قبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهم البخاري من هذه الآية أن العلم هو قبل العمل،
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. فالعلم فرض والعلم وسيلة بعد أن يكون هدفا وغاية فهو وسيلة للقيام بالأعمال النافعة بالأعمال الصالحة. هذا العلم طبعا أصناف وأنواع، فهناك ما يسمى بفرض العين الذي يجب على كل أحد، كل واحد منا عليه أن يتعلم أحكام الصلاة، كيف يصلي، كيف يتوضأ، كيف يغتسل من الجنابة، ما هي الأوقات، أوقات الصلاة، إذا ضاعت عليه صلاة ونسيها ماذا يعمل. بدون أن يعلم هذا لا يمكن أن يصلي صلاة صحيحة، فهذا يسمى بفرض العين. كذلك في أحكام الصيام، كذلك في أحكام الحج إذا أراد أن يحج، كذلك في أحكام الزكاة إذا وجب عليه المال عليه يعرف أحكام الزكاة، كذلك عليه يمكن أن يقلد إذا أراد أن يتزوج أن يسأل الناس يعني ماذا يجب علي من الخطبة ومن عقد النكاح ووجود الشهود ووجود الولي يعني بحسب الظروف. قد يقول المرء الدين، وهذا يقوله بعض الناس الذين لم يكن إيمانهم راسخا ولم يكن وجدانهم متجاوبا، يقولون الدين كثير يعني الشريعة كثيرة، اختصروا هذا اتركوا بعضه. نقول إن الشريعة مع كل هذه الأحكام التي هي في صالح الإنسان في هذه الحياة الدنيا وفي صالحه أيضا بعد هذه الحياة الدنيا، نحن نؤمن بحياتين ونؤمن بسعادتين بسعادة الدارين، فهذه الأعمال الله سبحانه وتعالى وضع لنا قاعدة، عندما تكون التكاليف كبيرة فإن التخفيف يتنزل، يريد الله أن يخفف عنكم، إنما العسر يسرا، ما قال يسرا بدون عسر، لأن يسرا بمعنى إلغاء التكاليف لا، لكن عندما يوجد العسر حينئذ يوجد اليسر، ولأجل إنما العسر يسرا إنما العسر يسرا، فهما يسران لن يغلب عسر يسرين. ما معنى ذلك؟ في اللغة العربية إذا أنت ذكرت المعرفة مرتين فهو واحد، إذا قلت جاء الرجل جاء الرجل واحد، ما إذا قلت جاء رجل جاء رجل هما اثنان، فإنما العسر عسر يسرى، إنما العسر نفس العسر يسرى، ولأجل هذا ورد لن يغلب عسر يسرين، لأن اليسر أكثر من العسر، فقاعدة اليسر خففت التكاليف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، التكاليف الشديدة القوية التي كانت على الأمم من قبلنا الله سبحانه وتعالى وضعها. إذا وجدتم عسرا هنا يجيء التخفيف، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. في المأكولات المحرمة إذا وقعت الضرورة الاضطرار نعم لا مانع من ذلك، أعرف فقط ترتيب حياة النفس مقدمة والعقل، وأعرف ترتيب الأولويات ثم تصرف. طبعا معرفة الرخص تحتاج أيضا إلى علم، أن نتعلم علم اليسر علم التيسير، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا،
إن الله لم يبعثني معنيتا ولا متعنتا، وإنما بعثني معلما ميسرا. هذا في الحديث الصحيح، حديث عائشة طويل في صحيح مسلم. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ المعنت الذي يحمل الناس على العنت، على الإرهاق والمشقة، والمتعنت الذي يشق ويتكبر. إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، وإنما بعثني معلما ميسرا، وعلم الناس ويسر عليهم. فاليسر هذا هو الجانب الآخر للتكاليف. إذا قلت التكاليف كثيرة، عندي صلاة، عندي صوم، عند التكاليف كثيرة، لكن اليسر كثير. مع اليسر مع العسر يسر، ولأجل ذلك جانب اليسر يخفف جانب التكليف. فهذا التوازن هو توازن يوافق حياة الإنسان، لأن الإنسان مرة يكون في نشاط، في شباب، في غنى، اغتنم خمسا قبل خمسين، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. يعني هذه حالة الإنسان، وغناك قبل فقرك، يعني تتعاور الحياة. طبعا كل هذه الحياة هي سرور، وهي أيضا عكس السرور. طبعا الحالة النفسية المطلوبة كلمتان عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. وعند عند الغنيمة والراحة: الحمد لله. فنحن بين كلمتين دائما، حتى التلميذ ينتظر الاختبار، هو بين كلمتين ينتظر: نجحت، الحمد لله، هذا من فضل الله، الحمد لله إليه بنعمته والصالحات. لم تنجح: إنا لله وإنا إليه راجعون. وعليها أجر، عليها مثوبة. فالحالة النفسية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فهذه الحالة المتوازنة نفسيا هي حالة متوازنة في الشريعة. فلأجل ذلك محاسن الشريعة التي تدرسونها هنا في غاية الأهمية، حتى يتعلم الإنسان ويعلم كيف يقوم بعمله وهو تحت الرقابة. الرقابة في الدنيا، في الآخرة خلاص انتهت المهمة، طويت الصحف وشفت الأقلام وطويت الصحف، انتهى كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على حسن الخاتمة. فهذا الشعور والقيام بالعمل الجيد، لا شك أن واحد يعمل في لبناء ونحو ذلك، وعليه هو يعمل مع مدير، دائما هو يفكر في أنه هل أتيت بالعمل كما ينبغي، لأنه سيجد مثوبة. فهو يفكر في من خلقه سبحانه وتعالى الذي يعطي المثوبة الكبيرة، فحينئذ سيقوم بعمله. هذا العمل يحتاج فقط إلى أن يكون عاملا ماهرا، ليكون عاملا ماهرا عليه أن يتعلم، عليه أن يتعلم. هذه الأعمال التي تقومون بها هنا، والتي هي سبب بناء هذه المؤسسات، هي أعمال نافعة صالحة ناجعة. روحها هو العمل، روح العلم هو العمل. وما رويت من حديث فاعملي به كما روي عن ابن حنبل، به تكون عالما. وبجلي للشيخ تبجيل الأمير المعتلي كما يقول علماؤنا، يعني كل ما تعلمت حكما اعمل به، كحالة الإمام أحمد. الإمام أحمد رجل موسوعة من الحديث كما هو معلوم، لكن عندما يسمع حديثا يذهب ويعمل به، يقول أنا أريد أن أعمل بهذا الحديث، يثبت الحديث. لأن العلم سره العمل. فلأجل ذلك الإخوة، من سمع عن تهجد الليل، من سمع عن الدعاء، من سمع عن أي شيء في محاضرة، فعليه أن يعمل به. فالإنسان بخير ما دام في مزيد من الخير،
ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد عندما يزداد دائما خيرا. ولأجل هذا أقول في بعض الأحيان يعني زيدوا 100 من لا إله إلا الله، زيدوا ركعتين، زيدوا شيئا، زيدوا شيئا، ثبتوه ثبتوه كل سنة. عندك أرباح السنة هذه للتاجر الذي يربح، طيب عنده ادخار، طيب كل سنة أنت عندك ادخار، لأن العمر أنت سينتهي، الفترة هذه ستنتهي خلاص وترحل إلى فترة أخرى هي أرقى وأفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى من تلك الفترة. سامحني، تفضل. So the most important thing is that people have to learn. They have to educate themselves about what's beneficial for them concerning their obligations. So for instance, we're obliged to fast, to pray, to fast, to make pilgrimage, to make zakat. We buy and sell. We have transactions. We get married, divorced. All these things are based on knowledge. And so we can't do any of these things properly if we don't have knowledge. So if somebody doesn't learn how to behave properly, then he won't. And so, for instance, in the Borda, it mentions, you know, that you should watch yourself as it wanders and grazes, so that you keep an eye on the self and it doesn't transgress the boundaries. And so this is something that's very important to do. And we know that there are many things in our tradition that encourage us to learn and also indicate the obligation of learning. There are hadiths that came to seek knowledge, and that Allah subhanahu wa ta'ala will make easy the seeker of knowledge his path to paradise. It's also that seeking knowledge is an obligation on every male and female Muslim. So all of these hadiths indicate the importance of seeking knowledge. And this is why without knowledge, you can't really act properly. Imam al-Bukhari in his famous collection of hadith has a chapter entitled The Chapter of Knowledge Before Action. And in that chapter, he mentions the verse, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, which means know that there is no God but the one God. And so he understood from that knowledge had to precede, that your knowledge of God precedes any action that you would do. And then he said that our scholars divided knowledge into two types. One of them is what's called fardain, and this is the obligation upon every individual person. So everybody has to pray, has to do wudu, has to learn how to clean themselves in the toilet. All of these things are fardain. You have to know when the times of the prayers come in, how to determine these things, the qibla, all these things are from that. And so he said, if you don't learn those, even though you might be praying, your prayer doesn't, it's not based on knowledge. And so it can't be a sound prayer. And the same is true for fasting, the same is true for making the pilgrimage to Mecca, for paying zakat, for getting married. Marriage has certain requisites that you have to fulfill. So for instance, there's the proposal, the acceptance of the proposal, and then you actually have a contractual agreement. You have a dowry, you have witnesses, you have to make certain statements. So sometimes you'll find people who really don't have a firm grounding or rooting in our tradition, and they'll say, oh, there's so many, Sharia is vast and there's so much in it, so just, you know, take what, just a little bit and don't worry about this. And he said, you know, everything that comes in the Sharia is for a benefit for human beings. And so to belittle that aspect of Sharia is dangerous, because you have a lot of takalif. Now, the Sharia is vast, but any time one is overwhelmed and the difficulties become so great, then there's an aspect of the Sharia which is the dispensations, that there's actually facilitations or eases that are granted. But he said, but this itself takes a knowledge. You have to know when you can take these licenses, when you can relieve yourself of the burdens.
Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, He says that He does not want to make things difficult for you. And in another verse, it says that the difficulty, the usr, which is the difficulty, that with difficulty comes ease, and then it repeats it again, with difficulty comes ease. In English, there's a nuance in that that's lost. But in the Arabic language, you have, like English, you have definite and indefinite substantives. So if you have a noun that's definite, that when you repeat it in the same line, so it says, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, it repeats al usr twice. And when you have a ma'rifa that's repeated twice, the second one is the same as the first. It refers back to the first. But when you have an indefinite noun in a sentence like that, what it means is the second one is not the same as the first. And so for this reason, there's a principle that some of the scholars have brought out, which says that one difficulty will never overwhelm two facilitations or two eases. So the difficulty that Allah gives you, He always gives you twice as much ease that comes with it. And part of that is these dispensations. That's part of the ease that comes with the difficulty. So when things become overwhelming, then you get the yusr. So for instance, He said, if you have, Allah says, don't kill yourselves. So in situations where you're under duress, you're permitted to do things that you would normally not do. That's the yusr from Allah. And so for instance, if you're going to starve to death, you can eat something which is normally prohibited, like a carcass, dead meat, or a pig, or something like that. And He said that these are the rules, but you have to know the rules of duress before you can apply them. You have to learn these things. These are things. And that's why you have to learn this. And the Prophet ﷺ said that God did not send me to make things difficult for people or to take on these difficulties. But He sent me as a teacher who is facilitating for people, making things easy. So the Prophet was a muyassir. He's giving yusr to people and making it easy for people. And He said, and this is because the human being, by his very nature, he's a paradoxical creature. He has in him times of great activity, and then other times he has periods of lassitude where he is doesn't have any energy to do things. And then there are times when you have your youth is different from your old age. When you have your wealth, it's different from being impoverished. He said, if you look at the hadith, the Prophet said, take advantage, sallallahu alayhi wa sallam, of five things before five things. He said, take advantage of your youth when you have energy before you get old and you don't have energy. Take advantage of your wealth when you have money, because you might come to a time when you don't have wealth. So take advantage of that. Take advantage of your health before you have sickness. Take advantage of your leisure time before you're preoccupied. And finally, take advantage of your life before your death. So this is what people should be doing. And we're always between two words. Life is between two statements. If you take an example of a student, if a student's waiting, they've just taken a test, then they're waiting to say one of two things. If they pass the test, they say, Alhamdulillah. And if they don't pass the test, they say, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. That's the human condition. You're between saying Alhamdulillah and then accepting the difficulties or tribulations that you have in life. And he said, but this should lead us to think and reflect about the one who created us, the one who made us. And if we want to do actions that are pleasing to him, then we should do actions with a level of expertise, a level of excellence, and we should be committed to excellence. This commitment to excellence is also a commitment to knowledge, because you can't do great things if you don't have the knowledge to do those great things. And this is why it goes back to learning. And one of the keys to this is that you apply what you already know. And if you apply to what you already know, then you'll get increase. A good example of that is Imam Ahmad ibn Hanbal, who was noted he knew many, many, many hadith, but he was noted for always implementing what he learned. So he would always implement what he learned. So if you hear about tahajjud, if you hear about
fasting during the white days or something like that, then you should apply those things in your life. And from that you will get increase. And we would say that the human being is always in a state of good if he's in a state of increase of good. If you're increasing in good, that means that you're in a state of good. So increase in the good things in your life and don't decrease. You should be always increasing. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. أنا يعني أحاول أني أخفف عليكم. أنا أحب أن أقول لكم كل شيء. الحمد لله أنا الآن شرفت على 80 وأحب أن أقول كل التجارب، لكن لا أستطيع أن أقول كل شيء. فأسأل الله لكم التوفيق، وكما بدأت بالكلام على طلب العلم ليحسن الإنسان عبادته وليقوى بشهادته وشهوده، كذلك عندكم هنا كيف تتعاملون مع غيركم ممن ليسوا على دينكم، فالناس كلهم هم عباد الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد: البلاد بلاد الله والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيرا فأقم. وجاء في الحديث الصحيح: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فهذه النظرة إلى المخلوقات وإلى عباد الله وأنهم إخوة هي النظرة التي يجب أن يتحلى بها المسلم، وأن يعمل خيرا لكل الناس، وأن يقول خيرا لكل الناس، وقولوا للناس حسنا. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس. فالعلاقة مع الآخرين يجب أن تكون مبنية على الخلق الحسن وعلى عمل الخير. الكلمة الطيبة صدقة، مجرد أن تقول للإنسان شكرا وأن تقول له تفضل تجاوز الطريق، هذا كله حسن. المسلم يجب أن يتصف بالأخلاق الحسنة، يجب أن يبث من حوله المحبة والسلام. فهذه الأخلاق مطلوبة في كل مكان ومطلوب منكم في هذا الزمان وفي هذا المكان. كل هذا له علم، هناك علم يتعلق بالعمل الذي يقوم به المسلم في عباداته في معاملاته، وهناك علم يتعلق في التعامل مع غير المسلمين من المخالقة بالخلق الحسن ومن إفشاء السلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا وأدلكم على ألا أولا أدلكم على شيء إذا أنتم فعلتموه تحاببتم أشهوا السلام بينكم. شاء السلام المحبة. السلام ليس كلمة فقط، وإنما هو سلوك أيضا، أن يكون المسلم في حياته يسلك سلوكا طيبا يحببه إلى الآخرين ويحبب الآخرين فيه. فهذا أيضا وصية أخرى، كانت الوصية الأولى تتعلق بالأخلاق بالرقابة الإلهية، الوصية الثانية تتعلق بطلب العلم، الوصية الثالثة تتعلق بالناس.
الوصية الرابعة تتعلق بالأولاد. مشكلة الأولاد مشكلة كبيرة، ليس فقط هنا وإنما في كل مكان. في هذه الفترة التي نعيشها من الزمن، كل فرد مهما كان صغيرا أو كبيرا، رجلا أو امرأة، يشعر بشخصيته المستقلة المتميزة. لم يعد يتلقى العلم أو العمل أو السلوك من والديه أو من حتى معلمه، وإنما أصبح يتلقاه من الشارع الذي يعيش فيه ومن وسائل الإعلام المبثوثة التي لا يستطيع أحد رقابتها. هذا الواقع الشديد علينا أن نحاول أن نتكيف معه، أن نعمل الأحسن واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بنا الأحسن، البحث عن الأحسن. ولهذا مشكلة أبنائنا هنا وفي كل مكان يجب أن نهتم بها، أن تأخذ حيزا كبيرا في تفكيرنا وفي نشاطنا وفي عملنا، ألا نحاول حلها بوسائل قد تزيدها شدة. إذا حاول الإنسان أن يحلها بوسائل القسر والقهر فقد تكون النتائج سيئة، لكن بوسائل التربية، بحيث أن أصبحت مشكلة التربية ليس فقط الأستاذ في الجامعة أو في المعاهد، وإنما أصبح كل والد وكل أم عليهما أن يأخذ حظا من التربية. كما قلت مع الإخوة قبل قليل لما كنا هناك في البيت، هذه المسألة تحتاج إلى تفكير. أنا أرى أن تكتب فيها رسائل، أن يشارك فيها الشباب أيضا بوجهة نظرهم. مثلا من الإخوة الذين أعرفهم دكتور طريف، الأخ شيخ إسماعيل، يعني الإخوة كلهم عليهم، علينا أن نجد حلولا، أن تكتب رسائل، أن نفكر في هذا الموضوع، أن نقدم فيه شيئا. وفي زيتونة أن يكون هناك جهد خاص لتقديم مقترحات للحلول. هذه المقترحات تتعلق بتنشئة الأطفال، تتعلق بالرياضة، تتعلق بأعمال يعني الفراغ، أوقات الفراغ كيف يقضون أوقات فراغهم، تتعلق بكل الوسائل الجذابة حتى نكون حاضنة لهؤلاء الأولاد ولكل الأولاد، كل من يريد أن يعيش معنا. هذه مشكلة كبيرة. إذا كما قلنا، إذا كان الرسل يهتمون بهذا، سيدنا إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، لما الله سبحانه وتعالى اختبر إبراهيم نجح إبراهيم في الاختبار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، خلاص عمل الكلمات، قال إني جاعلك للناس إماما، أنت إمام. إبراهيم فكر في الأولاد، قال ومن ذريتي هؤلاء. الله سبحانه وتعالى قال لا ينال عهدي الظالمين، العهد ليس لا يناله كل الناس. كذلك نوح لما دعا في قضية ولده قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأن تحكم، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فاهتمام الإنسان بذريته
اهتمامه بأن يخلفه في هذه الحياة الدنيا بأفكاره وأذكاره هذا أمر مشروع وهو من عمل الأنبياء. لكن علينا أن نفكر بأن هذا الوقت يختلف تماما عن ما عشناه نحن كبار السن. كما قلت قبل قليل يعني الحمد لله الآن شرفت على 80 وهذه تجربة الحياة. وإني أحبكم وأحب أن أقول لكم كل خير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا الإخلاص والسكينة والطمأنينة وأن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم وأن يجمعنا في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أتمم ندعو بعد. بسم الله. Sheikh said, I want to attempt to be as brief as I can. I'm looking at 80 years of life on earth, and I wish I could tell you everything. I wish I could tell you everything of my experience. So he said that, you know, I've told you that learning is very important. Another thing that's very important is how you interact with people. And Imam Ahmed relates a hadith where he said, the countries in the world are the countries of God. They belong to God. And the servants in the world are all servants of God. And so wherever you find good, reside in that place. And he said that we should be people that do good for humanity. And we should speak good to people. Allah subhanahu wa ta'ala said, say to people beautiful things. And he also, the Prophet ﷺ told one of his companions when he was sending him off, he said, be aware of God, be pious of God. And wherever you are, have that piety. And any wrong deed, follow it up with a good deed and it will obliterate it. And so he said it's important to spread love and to spread peace. And these things need knowledge. All of this needs knowledge. He said you have to have knowledge of how to worship Allah. That's a type of knowledge, ibadat. And then he said you have to have knowledge of how to transact, mu'amalat. But he said also you have to have knowledge of how to act, interact with people. The ethics of interaction. And it's very important. The Prophet ﷺ said you will not enter paradise until you love one another. And can I tell you, until you believe, and you will not believe until you love one another. And can I tell you what will enable you to love one another? He said, spread peace amongst you. And he said, peace is not just a word. Peace is a state that you carry with you. And he said, it's a state of that causes others also to, it engenders love in others, and it's having goodwill towards others. And so he said the first wasiyah was about awareness of divine presence, that God is real and he's present and that we should be aware of that. But the second, my second advice to you, counsel, was that you need to learn, you need to study and increase your knowledge. And then my third counsel is about how you interact with people and making sure that your interactions are in agreement, in accord with these ethical statutes that God has given us to interact with people. And then I have a fourth counsel to you, and that concerns our children and the next generation. We're living in a very different time from previous times. He said today people, everybody's an individual. And he said that people have their own personalities. They no longer get their morals from their parents or from their teachers. They get their morals from the street.
They get their morals from media. They get their morals from what they're watching. And this is very different from the past, but this is a reality. And we have to work with this reality and recognize that this is the time we're living in. And we have to think deeply about this because it's a different time. And we have to think about how we can work with this because this is the reality. You can try harshness and coercion, but that will probably actually worsen the situation. It won't mitigate it. It will make things worse for you if you try to coerce your children and force them to do what you say. It just makes them rebel more. And he said, so now it's incumbent on every parent to learn how to interact with the time that they're living in. And we also have to ask the youth how to help in this situation. We have to engage them on their own terms. We have to study these issues and think about them. We have to write papers and reflect on this and come up with solutions and test things to see if they work or they don't work. And so he said, I'm looking at people I know like Tarif and Ismail and people that have some experience in these things. They also have to do that. And Zaytuna also can be a source of studying these problems and thinking about them. We have to have entertainment for them that's good for them. We have to find outlets for them in their sports and also the leisure time that they have. How do they spend their leisure time? What do they do with that free time that they have? All of the prophets were concerned about this. If you look at Ibrahim alayhi salam, when Allah subhanahu wa ta'ala, he tested him and tried him and found that he passed the test. And so he said, I'm giving you my covenant. The first thing he said, and what about my offspring? And he said, I don't give this covenant to wrongdoers. In other words, this is a covenant based on ethics. If they're ethical, they'll get it. If they're not, they won't. So it's not just to give to them. But he said the thing to note from that is the first thing that he thought of was not himself, but his offspring. That he was concerned about them. He said that, and then if you look also at when he said, and we are making you a leader, an imam, the first thing he said, and my offspring. Right? He's asking Allah to give him good offspring, that they'll establish the prayer. And then Nuh alayhi salam, when Allah told him to prepare for this flood, who was he concerned about? His son. And he said, my son. And Allah said, he's not your son. In other words, his action is not in accord with your action. So that link is broken. He said, this time is different. It's not like when I was young, it was very different. It was a different world. It's not the same world anymore. But it's what we have, and we have to work with it. And he said, I love all of you. And I want good for you. And so he said, I ask Allah to bless all of you and to bless your endeavors and to give you eternal peace and to give you eternal blessing. الحمد لله رب العالمين حتى لا نطيل عليهم فقط بالنسبة للأولاد يذكروا دائما قول الله جل وعلا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فالله سبحانه وتعالى يعلمنا هذا الدعاء ربي أوزعني في سورة الأحقاف ربي أوسعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أي قدني للعمل الصالح أوسعني أوسعه قاده وجذبه
أن أشكر نعمتك عبادة الله سبحانه وتعالى شكر النعمة الشكر هو أن يصرف العبد جميع ما أنعم الله عليه بطاعة ربه ليس فقط التي أنعمت علي بها ولكن أنعمت علي وعلى والدي أيضا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فهذه هي وآية سورة النمل نافعتان إن شاء الله وآية سورة النمل هو سليمان عليه السلام قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فهما يقرأهما الإنسان يدعو بهما يتدبرهما لعل الله سبحانه وتعالى ينفع في صلاح ذريتي أنا مهتم كثيرا بهذا الجانب لأنه جانب يعني ضعيف صعب في حال الجاليات وأصبح أيضا في حال العالم كله لكنه في حال الجاليات هو جانب صعب لولا هذا الجانب الحمد لله أنتم تقيمون صلاتكم وتؤدون شعائركم من فضل الله سبحانه وتعالى وهذا شيء طيب فاستعينوا بالله سبحانه وتعالى وابحثوا هذا الجانب ونسأل الله سبحانه وتعالى اللهم صل وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم إننا مقرون بذنوبنا معترفون بضعفنا وتقصيرنا فنسألك يا الله يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا الجلال والإكرام أن تغفر لنا وترحمنا وتنزل علينا رحماتك وبركاتك كما أنزلتها على أوليائك وخصصت بها أحبائك وأن تذيقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك وأن تنشر علينا رحمتك التي وسعت كل شيء اللهم أدخلنا برحمتك بعبادك الصالحين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم أحي قلوبنا بأنوار المعرفة واغفر ذنوبنا بمحض المغفرة وأصلح شؤوننا كلها يا حي يا قيوم وأحسن عاقبتنا يا من له عاقبة الأمور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاك الله خير الشيخ بسم الله So he concluded just saying that there's two verses, two du'as that are in the Quran. One is in Surah Al-Ahqaf and the other is in Surah Al-Nahl. They have similar meanings, but he said these two are good. And he said, I'm particularly concerned about this. Even though it's a global problem, it's a very, very intense problem in these lands where Muslims are minorities. Because the children have, there's a lot of influences from other. So he said, you can. So you can take it from the Mus'haf in Surah Al-Ahqaf, where Allah Subhanahu wa Taala asks when a man reaches 40 years of age, because this is when he's come into full maturity. They usually have family and everything. Then he says that he asks Allah to give him the ability to show gratitude for the blessings that Allah has blessed him with, and also that given to his parents, and that he's able to do good actions that Allah is pleased with, and then that he rectifies his children. So Allah gives us this dua where we ask for the rectification of our children, إصلاح ذرية, so that they become good. And then it's very similar in Surah Al-Nahl also. So these two are good for us to do, to be concerned about our children. We rely on Allah subhanahu wa ta'ala. And then he made dua for everybody. Inshallah, we'll have two questions because he's on a completely different time zone, and I know what it's like at this time. This is actually very difficult. So, could we have just two questions, inshallah? One from Bismillah. Go ahead, Maha. Oh, Bismillah Sabbaqat. I wrote this down. Assalamu alaikum. My question has to do with what's happening with Boko Haram
and other similar actions in the name of Islam, Muslim organizations around the country have been condemning their actions now for the last 20 years to a degree that I think it's become almost a joke or laughable, especially when we don't see other faith groups condemning bad actions in the name of Christianity, Hinduism, Buddhism, Judaism, but yet Muslims are always out there condemning these actions in their name. So I just wanted to ask the Sheikh what he thought about what we should be doing with regard to these actions when they do happen. Should we continue to do that? Because I'm thinking, as far as ING is concerned, I'm thinking about beginning to use these moments to teach about Islam through first principles. Putting out messages, especially using social media, not only to teach to non-Muslims, but also to teach Muslims what the first principles are of Islam, to be a good human being, instead of continuing to condemn these actions when they do happen. It's a huge problem, and I just think it's almost a joke now or laughable that Muslims are always out there condemning, but I don't see it, Hindus condemning Hindu nationalists. I don't see Buddhists condemning what's happening in Sri Lanka and Burma. I don't see Jews condemning, settler violence and so forth, but yet Muslims continue to do that. Saying when their religious, when their people do things in their name, like in Burma, the Buddhists, all the Buddhists don't get up and condemn exactly. It. Yeah, okay. But Muslims continue to feel obligated to right. do that, and it's been 20 years, and we haven't seen a change. We haven't seen a shift in those perceptions. Yeah. So, yeah. Yeah. Okay. Thank you. Bismillah. فهي قالت أن منذ 20 سنة هي قائمة عندها منظمة وتعلم الناس عن الدين الإسلامي بالذات في الكليات والجامعات وفي المدارس فتدخل حتى في ميادين شرطة والدوائر الحكومية تدخل حتى المخابرات يعني تدخل وتعلمهم عن الإسلام ما هو الإسلام فهي قالت أنه منذ 20 سنة تندد هذه الأحداث التي تحدث من حين إلى آخر في العالم الإسلامي كبوكو حرام الآن في نيجيريا لكن من كثرتها كأنها أصبحت نوع من أضحوكة أو شيء كأنه هو بلا معنى فهي تقول وفي نفس الوقت نحن نلاحظ أن إذا أجرمت اليهود يعني أفراد من اليهود في فلسطين لا تنددها الجاليات اليهودية إذا مثلا قامت بعملية إرهابية هندوس أو بوذيون أنه البوذيون هنا لا يحسون بأي مسؤولية تجاه هذا الشيء أنه لازم ننكر هذا الشيء فهل نستمر على هذا الشيء أنه نحس بهذا الشيء هل نستخدمه كفرصة لنعلم الناس المبادئ الأولى في الإسلام يعني ماذا نصيحتك في هذا هو بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هو في تطور تاريخي في هذا الزمن والمسلمون وجودهم في القارة هنا هو وجود حديث ليس قديما جدا وبطبيعة الحال الشيخ حمزة له كلمات فيها جيدة فالإنسان إذا جاء حديثا فهو لا بد أن يدفع ضريبة أنه دخل المجتمع حديثا ثم في العالم الإسلامي لا شك فيه أيضا مجموعات لا نقول فقط هي لا تعرف الدين ولكنها ضعيفة العقول أيضا عقولها ضعيفة يعني هي من ناحية العقل تحتاج إلى عقل تحتاج إلى حكمة والإعلام في هذا الزمن أصبح الأمر الذي كان يحدث ولا يعلم به أحد أصبح في كل حركة فيها يتكلم عنها الإعلام يضخمها يعطيها أبعادا كثيرة فلأجل ذلك نستمر مع كثير من الهدوء ولنشرح للناس ديننا وبدون أن نشعر أنفسنا بأننا متهمون يعني
نحن لسنا مسؤولين ولا تزير وازرة وزر أخرى. يعني المبدأ الإبراهيمي التوراتي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا المبدأ الإبراهيمي هو المبدأ الأصيل. يعني كل وقت عندما نتكلم عن هؤلاء نقول نحن ديننا واضح، سلوكنا واضح، هناك مبدأ أيضا، هذا المبدأ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وهو مبدأ سماوي ومبدأ إنساني، وبالتالي لا نشعر بأي يعني مرة في أحد البلاد الأوروبية سألني عن شخص يعني يقوم بأعمال إرهابية فما هو رأيي، قلت أنا لست مسؤولا عن هذا. سألني بعض الصحفيين أن توجهون لي السؤال، هل أنا لا أتهم نفسي، لست أنا مرتاح يعني ولست مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها هذا الشخص. يعني فدائما علينا أن نشعر بأننا لا نتحمل أي مسؤولية، المسؤولية الجماعية هذه شيء من الجنون. أن يعني قل لا مرة، ربما شيخ حمزة معي في نادي كبير وفي كل الديانات، فتكلم واحد وقال واحد مسلم عمل كذا ومسلم عمل كذا، فقلت له إذا جنت بقرة في بريطانيا كل البقر مجاني؟ هذا أي منطق هذا؟ الاستقراء الصحيح هو لا يقول هذا الكلام، هذا دليل استدلال ليس صحيحا. فعل واحد مسلمون أكثر من مليار أو مليار وربع، يعني هل كل هذا المليار عندما يكون مجنون في مكان ما يقوم بعمل سيء نقول أن المسلمين كلهم؟ هذا التعميم يعني يجب أن يكون واضحا، هذا التعميم باطل. وأعتقد أنه أمريكا الكثير من الأمريكان بدأوا أيضا يفهمون هذه الحقيقة، وأن أي أهل ديانة ليسوا مسؤولين عن ما يرتكبه أفراد من هذه الديانة، فالمسؤولية هي مسؤولية فردية، مسؤولية شخصية وليس مسؤولية جماعية. يجب أن يكون ذلك واضحا وأن يوضح حتى مكتوبا حتى يكون معروفا لدى كل أحد، بحيث لو سأل أحد نعطيه ورقة نقول له اقرأ هذه المبادئ، وليس الإنسان لا تزر وازرة وزر أخرى، وليس الإنسان اقرأ ما يقوله القرآن في هذا، واقرأ ما يقوله القرآن وقوله للناس حسنا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما قال لتقاتلوا. فنحن هذه مبادئنا وهذا ديننا. الملاكم محمد علي له موقف جيد بعد الأحداث في سبتمبر. أيوة. في واحد سأله كيف إحساسك أن واحد من دينك هذا أسامة بن لادن فعل هذا؟ أيوة. قال قبل أجيبك، كيف إحساسك أن هتلر من دينك قاتل 6 ملايين من اليهود؟ anyway, Sheikh said about the question that first of all we have to remember Islam is relatively new to these lands. We know historically it's been here for a long time, but in reality as a real presence, it's relatively new. And he said that when you're new to a land, you have a price to pay to acclimatize yourselves to that land in the different ways. And he said, so that's unfortunate that a lot of people don't know us yet. And he said also another aspect is the media has a big responsibility in this, in that they can take situations and they can really magnify them and make them much bigger than they actually are in terms of the reality of the world. But he said it's important that we remember first and foremost that we're not responsible for what other people do, that there's a Quranic mabda, and this is also according to the Quran in the tradition of Ibrahim alayhi salam and Moses, that Allah says no soul carries the burden of another soul's sins.
and that every human being has what they earn. And so this idea of collective guilt is just, it's unacceptable in our religion. And so we can't feel collective guilt for what other people do in other places. And this is a heavenly mandate, it's a revelation. He said he was once in England. I was actually with him, and a journalist asked him, why are the Muslims crazy and do these things? And he said, you can't take the actions of a small group and extrapolate from that all of that group is like that. He said, and it was at a time they had the mad cows disease in England. He said, if you have a mad cow in England, does that mean cows are mad everywhere? Do we apply the same principle because you have symptoms of a sickness here? Does that mean those symptoms are everywhere and that all the cows have the same symptom? And so he said it's important just not to accept that. But at the same time, these are opportunities for us to teach our religion, and we should explain to people what our religion is, what its principles are. We should tell them who we are and that people have individual responsibilities, and that no religion and no legal system in the world sanctions the idea of collective guilt. You can't make everybody guilty for the actions of a group. So he said that that's important just to reject that principle and remind them of these things. Show them the verse in the Quran that this is our principle, and so we can't be responsible for what everybody else does, and we shouldn't feel that guilt, but we need to explain ourselves. الحمد لله اضيف ان احنا هنا مسؤوليتنا ان نعلم ابنائنا المفاهيم الصحيحه للاسلام. زيتونه وارجو من الشيخ حمزه يسجل هذا الكلام. زيتونه عليها ان تعلم مفهوم الجهاد، ان يكون فيه دروس درسين او ثلاثه محاضرتان عن الجهاد، مفهوم الجهاد. وما هو الجهاد هنا؟ هو العمل الصالح، هذا هو الجهاد. وهذا ليس كلامنا، هذا كلام هذا في القرآن، وجاهدوا به جهادا كبيرا بالقرآن الكريم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما بجاهد، المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. يعني الحديث أعطى المعاني للجهاد التي هي توافق واقعكم اليوم. واقعكم اليوم مفهوم الجهاد هنا ليس مفهوم قتالي. القتال هو مرحلة في التاريخ للدفاع عن النفس، دولة تقوم به دولة وليس لا يقوم به أفراد. فهذه المرحلة التاريخية للدفاع عن النفس هي أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. حرية دفاع عن حرية الدين. طبعا أمريكا يعني فترات طويلة لتكون الدين حر عندها. فمسألة مفهوم الجهاد عليه أن يعلم هنا، علينا أن نعلم أبنائنا المفاهيم الصحيحة. هذه المفاهيم التي نعلمها لأبنائنا حتى لا يكون أحد منهم بجنون، عليها أن تكون واضحة وبخاصة بزيتونة. زيتونة نعلق عليها أملا كبيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ووفق أهلها وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص والعمل الصالح حتى تكون البذرة شجرة والشجرة تعطي ثمرة، وهذا الفكرة انتقلت إلى ثمرة الحمد لله. فلا بد من تعليم هذه المفاهيم، وتكون أيضا هذه المفاهيم تتاح للجامعات الأخرى، بحيث من ذهب من أبناء زيتون، من علماء زيتون، من أساتذة زيتون إلى جامعة أخرى ليلقي محاضرة يتكلم عن هذا. فالشيخ حمزة الذي يحمل هذه الأفكار عليه أيضا أن يعطيها لآخرين، والآخرون يقومون بها. فنحن منذ 4 سنوات نقوم بأعمال ما نسميه المواكبات، مجموعات عندنا من العالم الإسلامي، أساتذة جامعات، أخذتهم وقلت نحن نبدأ في بحث الواقع اليوم، وتكلمنا عن الجهاد، تكلمنا عن كل شيء، الشيخ حمزة يعرف هذا البرنامج، والآن نكون منهم مجموعة لنقدمها للآخرين
حتى تطلب من الدول تطلب مني إذا لم تستطع أن تجي انتدب. فأنا أخذ مجموعة أكثر من الإخوة المغاربة أساتذة الجامعات في المغرب ما شاء الله عليهم، فلا بد أن نكون مفاهيم، أن نعلم أبنائنا المفاهيم الصحيحة لديننا، وأن نعلمهم بأن ما سوى ذلك لا يجوز وأنه مخالف للدين. الدين هو الحكمة، هو المصلحة، هو العدل، هو الرحمة. الرحمة، نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه المفاهيم مهمة جدا. So he wants to add to that, that, and this is particularly important for Zaytuna, that the understanding of jihad has to be made clear to the youth. They have to understand what jihad is. Jihad is righteous action. That's what it is. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, there are many hadiths that indicate this. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam talked about doing jihad with your parents. Taking care of your parents is a jihad. He said that jihad, the mujahid, is the one who struggles in obeying Allah subhanahu wa ta'ala. And as for this martial jihad, he said that this is, it. You have to see it in its historical circumstances. That when Muslims were in a certain situation, Allah subhanahu wa ta'ala permitted them to defend themselves against the aggressions because they weren't being allowed to practice their religion. In this country, you don't have that problem. Nobody's persecuting you for practicing your faith. And so we have to understand that, you know, that the foundation of this was actually to defend freedom of religion. That was the real purpose why the jihad was given to the Prophet, the permission to fight was granted, was actually to defend the religion. But he said, unfortunately, the understanding that a lot of people have now is deeply flawed. He said that there has to be classes given on this, there has to be the use, spreading this message and getting this out. And we have to teach our children about this. We need to plant the seeds, we need to grow the tree, and then the fruit will come from that. But if we don't, if we ignore these things, then the others happen. And so he's been involved in many initiatives. One of them, he has a group of several scholars that he meets and really helps understand the new issues that we're in, because he's very concerned with fiqh al-waqi', which is the jurisprudence of reality, of the reality of the situation, and that the situation that we're in, and how we respond to that situation, that our religion is a religion that's very realistic about its situations. And he said, so it's very important that he's been involved in initiatives in the Middle East, in Morocco. There's a group of scholars that he works with that in really trying to frame a renewed understanding, not a new understanding, but a renewed understanding of how to work with the conditions that we're in. And he said that if you can't do this yourself, you should at least support it. You should support the efforts of other people that are qualified to do it. So he said it's very important for the teachers here, for the scholars at Zaytuna, that are capable of doing this, to take these messages out and get them to the youth, so that we don't have these youth that get involved in these dangerous trends and go off the deep end and end up doing things that are harmful to themselves and harmful to other people. That this isn't we're not permitted to do this, and we have to know the age we're living in, the conditions that we find ourselves in. And he said this is not hypocrisy. Like I'm not saying this like tuqya or something like that. He said this is not mujamala. This isn't I'm not trying to cowtail to anybody or to say this because this is the appropriate thing to say in this time or place. No. This is our religion. He said, if you go against this, then you're going against the normative understanding of the religion of Islam. It's as simple as that. That this is what our scholars have always taught. This is what has been in our religion for centuries. It's not new. These aren't new ideas. And he's written several books showing the sources for these ideas, that these aren't his ideas. This isn't a new version, Islam 2.0 for our time. This is something, and he's showed this in his latest book. He's made it very clear
that much of what's happening in the Muslim world has nothing to do with our tradition. It's something else. Could I ask? Assalamu alaikum. Alaikum assalam. نفس الأخت اللي. نفس الأخت. لا أخت أخرى. I work with a mainstream organization that has struggled for many years to ensure that people participate in the voting process. Voting process. In other words, voting. To vote. Okay. And I come across Muslims who say voting is haram, and I wanted some guidance on this issue. هي قالت أنها تشتغل في منظمة. Is it a Muslim organization? No, it's the League of Women Voters. It's they've been around for decades. Okay. So عندها منظمة هنا هي منظمة نسائية للحث على التصويت. فتسجل النساء للتصويت. فهي قالت أن كثيرا ما تجد أن المسلمين يقول أن هذا لا يجوز في ديننا. فهل ترشدنا في هذا؟ التصويت مفيد. صوتوا للأفضل فالأفضل. يعني التصويت هو وسيلة لإيجاد الأفضل. فكل اثنين فيهم واحد أفضل. فالمسلم يجب أن يكون إيجابيا لا يكون سلبيا. فعليه يفكر من هو الأفضل لي؟ من هو الذي سيعطيني حرية أكثر؟ من هو الذي سيساعدني اقتصاديا؟ فالمسلم لا يكون سلبي. كنتم خير أمة أخرجت للناس ليس لأنفسكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا هذا فعل جماعة. الإنسان السيء هذا واحد لأنه يعيش لنفسه، لكن الناس الطيبين هم الذين يتضامنون يوصي بعضهم بعضا بالخير. فالعمل الخير الجماعي على المسلمين ألا ينعزلوا عنه، لكن يكون لهم بصيرة وفهم وينظروا في المرشحين. إذا كان المسلمين ليس لهم صوت كيف يمثلهم شخص في الكونغرس ويمثلهم في الرئاسة؟ لا بد أن يكون لهم صوت. هذا يعني مخالف العقل ومخالف الدين. فالمسلمون في كل مجتمع عليهم أن يقوموا بواجباتهم المدنية الاجتماعية، لكن أن يبحثوا عن الأفضل فالأفضل فالأفضل. خلاص كل اثنين كل ثلاثة فيهم واحد أفضل. من هو الذي يهتم بالبيئة، يهتم بالاقتصاد، يهتم بالكثير من الأشياء، يهتم بالمهاجرين؟ هذه كلها قضايا إنسانية. أنتم تشتركون فيها مع غيركم. المشاركة علم الفضول اللي أنا تحدثت عنه بالأمس هو مشاركات. أن تشارك المجتمع الأمريكي في الخير. يعني لماذا تعزل نفسك؟ لا، دينك لا يقول لك أن تعزل نفسك. هذا غلط وخطأ. إذا كنت تعزل نفسك خلاص لا تأتي إلى هذه البلاد. So he said that voting is a means to obviously to getting something better. And when you look at voting, he said if you're looking at people, if a group of people, then one might be better than the others. It's better to have that person in a leadership position than others. One of the things that the Quran reminds us is that Allah says, you're the best community that came out for humanity. It didn't just say for yourselves, but it's for human beings. And also Allah, when he's in Surah Al-Asr, he says that tawasaw in Arabic, it says they enjoin what's right and they enjoin to patience. Tawasaw can't be done on your own. It's a group activity. And so he said that good people, he said bad people live for themselves, but good people live to work with the groups. And so it's important to be involved. And he said if Muslims don't get involved in these things, then how do they voice their concerns? How do they voice what's important to them? And to have people that
to respond to their voice also. So he said it's important. He said if you look at, not all of these people are the same. There's people amongst them that are good people, they're trying to do good things. If they might be concerned about things that we're concerned about, like the environment, or poverty, or racism, or those things in the society that we need to work to change. And so he said you should always vote for the better and the better and the better. Like that's what you should. He said the Muslim isn't a negative person. They're not negative people. We should be positive people. That this is our religion, is to be positive. So he says it's important. He says that really usla is, he said it's against the intellect. Like this idea that you just disengage from everything. He said if you're going to do that, then go into some place where there's no people. You know, but if you're going to live with people, then you have to engage with people, and you have to engage with the institutions that are available to us. This is the only rational thing to do, given the situation that we find ourselves in. I think Sayyidina Yusuf كان سجين عند ملك مصر بتهمة باطلة. بعد ذلك ملك مصر سمع عن علمه. وأول الرؤى فأعجبوا علمه قال أنت يعني مكانتك كبيرة اليوم يعني اطلب فيوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفظ علي الملك مصر ليس على دينه لكن اطلب أن يكون وزير المالية والاقتصاد يعني أنا أعرف قال فهو يعني ما دعا الملك قال كن على ديني لا أنا أريد أن أعمل معكم لأنه هو إذا عمل عملا طيبا هذه هي الدعوة الصحيحة. So he said that Yusuf alayhi salam, when he was in prison on false trumped up charges, and when the king found out about his knowledge, he had him brought and he interpreted the dream for him, and then he said, yeah, you have a big place today. And he said, put me in charge of finances, and you'll find me trustworthy and upright. And what the sheikh said is that he wasn't on his religion. There were different religions, and he was the ruler. He wasn't ruling according to the deen of Yusuf alayhi salam. And Yusuf didn't call him openly to da'wah. He said, oh, well, you should be on my religion. What he did was he said, give me an opportunity to show you my religion in action. To show who I am, and he said that's the best dawah, is the dawah of practice and action. So he said that's a clear proof that that you can take positions of leadership in non-Muslim places if it's going to be beneficial. One more question. Yeah, one more, inshallah. Wahid. Tfaddal. Go ahead. Alaykum as-salam. As-salamu alaykum. I wanted to say on the behalf of the group that we dearly love you, and may Allah increase you and give you a long life and enable us to benefit from you. And may Allah give us a tawfiq to benefit you by following your advice with pure intention. And I wanted to ask, in terms of Sheikh Hamza, as you have also recently stressed upon the interesting times that we live in, that how can, as an individual or as a group, in the times that we live in, how can we balance, let's say for me, who's not fully devoted his time to being a student, that how can we practically balance our professional life, being learning our Fardain, and also doing the best that we can do in the time that we are in. Okay. هو قال أن أولا يريد أن يعبر عن الجميع بأن نحبك ونرجو من الله أن يوفقنا لأن نطبق هذه الوصايا التي أوصيت لنا. ونرجو من الله أن يمتعكم بالصحة وعافية وعمر طويل إن شاء الله. ثم سأل عن يعني كيف
بالنسبة للتعلم وكيف الذين دخلوا في الاحترافية ودخلوا في حرفة ومهنة كيف يوافق بين التعلم وبين الشغل والانشغال يعني هل عندك نصيحة في هذا حتى نتعلم فرض عيننا كما أشرت إليه بارك الله فيك هي المسألة هي مسألة ضبط الوقت إذا الإنسان وضع أمامه وقت منضبط يقوم بعمله ويخصص وقتا لدراسته هذا الوقت لا بد أن يستند إلى منهجية المنهجية ميثود يعني هو يستشير الأساتذة يقول أنا أحتاج إلى شيء من الفقه طيب ما هو الكتاب المناسب لي حتى أقرأ فإذا بدأ القراءة وبدأ عنده ساعة أو ساعتين يوميا أو عنده 4 ساعات حتى في الأسبوع إن شاء الله بعد فترة سيجد نفسه وذهب بالرحلات أيضا الرحلات هذه شيء عجيب شيء طيب جدا الرحلات التي يقوم بها شيخ حمزة سنويا إلى مكة والمدينة المنورة زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والطواف بالبيت يعني هذه الرحلات هي تعطي علم ودفعة نفسية كبيرة جدا فيحاول أنه دائما أنا أعتقد أن إذا ضبطت المنهج ضبطت جدولك الزمني فستجد دائما وقتا يساعدك في طلب العلم ووقتا خاصا للعبادة وقتا خاصا للعبادة النساء اللاتي يجتمعن هنا عند واحدة منهن يقرأن القرآن كل شهر هذا عمل موفق جدا يعني ما شغلهن العمل أن يقرأن كل يوم شيء من القرآن حتى يختمنا الشيخ حمزة أخبرني بذلك أن هناك امرأة صالحة يجتمع عندها النساء ونسوة مجموعة من النساء ويقرأن القرآن كل شهر هذا البيت الذي يقرأ فيه القرآن فيه نور فيه نور فلا نترك العمل بسبب العمل يعني نعمل ما استطعنا لكن دواء كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة إذا عمل شيئا يداوم عليه لا يتركه أبدا لا يتركه أبدا فالدوام حب الأعمال إلى الله أدومه الدوام هذا هو الذي نأخذ به أنفسنا فتكون الأشياء إن شاء الله صالحة والله يعين إذا الإنسان استعان بالله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله إذا بتقوى الله سبحانه وتعالى يبدأ الإنسان العلم فإذا بالعلم يؤتى له فهم في الدين وعلم ورحمة من الله سبحانه وتعالى كما قال مالك ليس العلم بكارة الرواية وإنما العلم نور يضعه الله في قلب من يشاء من عباده Bismillah. So he said the question is really a question of time management. And he said that, first of all, you have to have a methodology of study. And the best way to do that is to ask the people who know about the subject that you need to study. So he said, for instance, fiqh, people should learn the rules of their devotion. And he said that though there are appropriate books for that at your level. And somebody who's studied in that field and has become competent to teach, they would know what's the most appropriate book for you to begin with. And he said, and so that's important to do that. And then he said, just taking time. If you have 4 hours out of the week or whatever, you take that time and you make that time specifically for what you're going to learn. He said the other thing is that there are learning opportunities. He's been involved in the rihla that we do with Dr. Aisha runs and also the sacred caravan that Freydoun Mujaddidi does. And there are other ones now also that are good. Dr. Omar Abdullah Farooq does things like that. So those type things are really important. And then there's also resources in the community that we have, scholars that we have that should make themselves available to people that want to learn. I know somebody who learned with Sheikh Abdullah Al-Qadi over Skype for several years and became really well-versed in fiqh
from that. So he said that that's very important. And so there should be time for learning, but there should also be time for devotion. And you should set aside time for your devotional practices. You know, it's good to set even a small amount of time for above and beyond the prayer. And he said that the best actions are continuous actions. One of the qualities of our Prophet ﷺ and his companions is that he never did anything except that he stuck with it as a consistent practice. And so he was very constant in his practices that he gave us. And he encouraged that in the Sahaba. And the hadith, which is a sound hadith, says his actions were continuous actions. He did continuous actions that he practiced. And so it's very important to do that. And to remember that the most beloved actions to Allah are those that go on, even if they're a little, which is what the hadith says. And so he said that it's also important to remember that taqwa is a foundation, that Allah reminds us that if you have piety, if you become consciously aware of God and act in accordance with that awareness, that God will give you knowledge. If you implement what you know, He'll give you more knowledge. He'll increase you in that. And also to remember in the end that Imam Malik radiallahu anhu said, knowledge is not a lot of information, but it's a light that Allah puts in the heart of the believer. And so this is the real knowledge. So if you've learned what you need to know and you act according to it, Allah will give you light. He said that it was told to him that there was a righteous woman here in the Bay Area who every month she gathers a group of women and during the month, and they recite the entire Quran every month. He said a house like that's going to have light in it just by the nature of doing that action. So if people are doing things like that, that's a very good practice. He said, and you know, you take it's a small amount on a daily basis, but over time it actually adds up to a great deal of amount. And he said people can learn a great deal even part-time if they're doing it. If they're consistent with it, over time they'll actually become well-versed in these things. So that's his advice that he recommends, inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakallah khairan, Shaykh.